فيوتشر أول فريق مصري وعربي وإفريقي يفوز بكأس الرابطة المصرية. يعني هو كان الوداد هيشارك في البطولة مثلا، يعني اللي بيقول خبر بتقول حاجة منطقية، يعني سان داونز هيشارك في كأس الرابطة المصري؟ ما هو أول فريق مصري عربي إفريقي، إزاي يعني الجملة ما تتقالش بالشكل كده؟ تعال نخش بس في الدوري بقى. الدوري المصري تأخره هيكلف اتحاد الكورة ويكلفنا مبالغ هائلة. ازاي بقى؟ ازاي ان في لعيبه العقد بتاعها خلاص خلص، فهتضطر تقعد الفتره اللي جايه دي او الشهر اللي جاي ده بتمن تاني، بتمن فوق تمنها، وهتاخد اضعاف اضعاف تمنها الحقيقي عشان تكمل الموسم. دلوقتي في منافسه حقيقيه بين الاهلي وفيوتش بين الاهلي وبيراميدز والزمالك. الاهلي كان ممكن يحسم الموضوع في المؤجلات بتاعته لو كسبها والفرق يبقى كبير، والزمالك بقى مش هيحتاج ان هو يجدد ويعمل ما خلاص الدوري راح ولا كلام، لكن تاخر الاهلي خلى المنافسه قويه. الاهلي هيجدد اللعيبه او هيكمل مع لعيبه حيث ان العقد بتاعها انتهى، والزمالك كذلك وبيراميدز كذلك. فالموضوع هيدخل في حسابيا كده مبالغ كتير احنا مش قديها، واحنا بنقول كل سنه وانتم طيبين وعايزين حل الموضوع ده، والجدول من السنة الجاية يقبأ بمقاييس يعني تمشي عشان احنا على قد حالنا. والله أعلم.